السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هناء من قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز. اللهم بارك. دي الورشة 45 للشنط، ان شاء الله تعجبكم شنطة النهاردة. عندنا شنط، فوانيس، اكسسوارات، كل اللي انت عايزاه وبيخص الخرز هتلاقيه عندك على القناة. شنطتنا النهاردة هتلاقوا صورتها على الشاشة بأمر الله. الشنطة دي طلبت مني كتير. انا بعترف ان هي شنطة صعبة مش سهلة، بس ان شاء الله هعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة. الخامات بتاعتنا مقاس 12 ومقاس 8، ده اللي متوفر عندي. لو عايز تعملي مقاس 14 او 16 براحتك، وعندي المقص والبنز، بس طبعا هي اظبط بمقاس 12. وخيط مقاس انا بشتغل ب50، انت ممكن تشتغلي ب60 عشان لو انتي لسه مبتدئه وايدك لسه ضعيفه. نبتدي على خيط الله بنات. الغرزه الاولى غرزه سداسيه، هنحط واحده مقاس 8، واحده مقاس 12، 8، 12، 8، 12، ونربط. حطي ايدك على اللايك قبل ما ايه ما نسرح كده في الورشه وننسى. حطي ايدك على اللايك يا قمر واعملي لي تعليق حلو منك. ما اشتركش يا بنات في القناه، اشترك وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. اهو هربط في مقاس 12، اهو ربط في مقاس 12. معايا واحده مقاس 12 في الخيط، حطي عليهم 3 مقاس 12، 3 مقاس 12، اهو تمام. ادي الغرزه الثانيه خلاص. طيب الخيط اللي من تحت ده، الخيط اللي من تحت ده هشتغل عليه ماشي. هحط واحده مقاس 8، وبعدين 12، 8، 12، 8، وهنرجع في مقاس 8 ومقاس 12 مع بعض. عايزاهم هما الاثنين مع بعض. هرجع بالخيط كده فيها عشان اعمل عقدة في الاتنين تمام. واربط اهو، تمام كده اهي. شايفين الغرز؟ امشي ورايا خرزه خرزه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ بصي بقى يا قمر، من تحت الخيط اللي من تحت حطي واحده مقاس 8 تمام. واحنا كده ايه طلعنا في الاثنين زي ما طلعنا هم. تمام، تعالي حطي واحدة من فوق بقى مقاس 8، واحدة اهي مقاس 8 خلاص، وبعدين واحدة 12، واحدة 8، واحدة 12، 2، 8، اتنين 8، وواحدة 12. شايفين؟ تمام. يبقى حطينا ايه؟ حطيت واحدة من تحت 8، وبعدين فوق حطيت 8،
اتناشر تمانية اتناشر اتنين تمانية واحدة اتناشر. خلاص الغرزة اللي وراها هاجي من تحت كده فوق الاول، اطلعي في الخرزة مقاس تمانية دي، خشي في خرزة مقاس تمانية اللي فوق واحدة بس، تمام. تعالي بقى من تحت حطي تمانية اتناشر تمانية اتناشر واربطي. اهو تمام، تمانية اتناشر تمانية اتناشر، واحنا دخلنا في الاتناشر وتمانية في الاول كده بقى، وايه غرزة سداسية. تمام تمام. طيب انا بعد كده هعمل ايه؟ انا بقى كده هعيد الكلام ده تاني، هحط تلاتة مقاس اتناشر، تلاتة مقاس اتناشر واربط. تمام اهو. وبعدين من تحت هحط تمانية اتناشر، تمانية اتناشر، تمانية، وهرجع في الاتناشر التمانية والاتناشر مع بعض. تمام. طيب بعد كده هعمل ايه؟ عايز اعمل الغرزة الكبيرة دي، انا اهو طلعة في التمانية والاتناشر مع بعض، رجعت فيهم وطلعت فيهم مرة واحدة اتناشر وتمانية. خلاص من تحت هحط، شكرا يا نغم، كوباية شاي جات لنا اهو، تعالوا اشربوا معانا. من تحت هحط واحدة مقاس تمانية، تمام، وبعدين الخيط اللي من فوق هحط تمانية اتناشر، تمانية اتناشر تاني، اتنين تمانية، اتنين تمانية، واحدة اتناشر، ونربط. تمانية طلعت، دخلها كده اهي، تمام تمام اهي. احنا قررنا الكبيرة دي تاني اهي. طيب بعد الكبيرة بنعمل تمام، عند مقاس اتناشر دي بقى هتخشي في الخرزة مقاس تمانية دي، او تدخلي فيهم هما الاتنين مع بعض زي ما قلنا. تمام تمام. هنطلع بقى نعمل ايه؟ هنعمل غرزة من هنا، ادي واحدة تمانية من تحت، بشتغل ايه في اللي من تحت، تمانية اتناشر، تمانية اتناشر، تمانية اتناشر، تمانية اتناشر، بشتغل بالخيط اللي من تحت. اهو واربط. تمام تمام. خلاص كده انا بقى هعمل انهي غرزة؟ انا وصلت للغرزة دي، يبقى انا هعمل انهي غرزة؟ الاربعة دول. انا معايا واحدة هحط عليهم تلات، هشتغل بالخيط اللي من فوق، هحط تلاتة مقاس اتناشر، واحد اتنين تلاتة،
تمام تمام خيط بقى اللي من تحت. انا كده كونت الاربعة اللي هما مقاسي 12. الخيط اللي من تحت هشتغل بيه واطلع على فوق 8 12 8 12 8 وهرجع في مقاس 8 ومقاس 12 مع بعض. اهو لو تلاحظي بقى هي كده وحدات اهي وبتتكرر اهي. عملت الاربعة دول وبعدين عملت السداسية اللي تحتها ودخلت في مقاس 8 كمان. تمام ليه؟ عشان اعمل بقى الكبيرة دي. من تحت هحط مقاس 8 في الخيط اللي من تحت، هحط مقاس 8 تمام تمام. الخيط اللي من فوق نعدل الايه العقدة، هنحط مقاس 8 بعدين 12 بعدين 8 12 2 8 وواحدة 12 واربط. تمام انا في الغرزة دي خلاص. طيب هعمل ايه؟ هطلع في مقاس 8 اللي فوق دي ادخل فيها وبعدين اشتغل بقى من تحت ايه لفوق خلاص. هحط مقاس 8 12 8 12 واربط. اهو تمام تمام التمام خلاص كده. انا وصلت لانهي غرزة؟ انا عايزة الغرزة اللي فيها اربعة دول. هشتغل هاخد من فوق الخيط بتاعي هاخد 3 مقاس 12 لايك بقى وتعليق حلو منك يا قمر. الورشة تستاهل، تعبانة عليها بجد يعني ايام وايام يعني بعمل لكم في الباترون بتاعها. بالله عليكم ما تبخلوش عليا باللايك. خلاص انا كده وصلت لايه؟ اخر غرزة في السطر. هشتغل من فوق من تحت لفوق هحط 8 12 8 12 8 كده. السطر الاولاني بتاعي خلص. انا عايزه اعمل السطر التاني بس انا مش هشتغل على الخرزة دي، انا عايزة اشتغل على الخرزة مقاس 12 اللي فوق دي. فلفي بالخيط لفيت بالخيط. انا طالعة دلوقتي من الخرزة مقاس 12 دي، هعمل عليها نفس الغرزة اللي من تحت دي هعملها فوق. يعني هحط مقاس 8 الخيط اللي من تحت 12 8 12 8 واربط. اول هعمل الغرزة الكبيرة الاول، فهدخل في مقاس 12 دي
اهي زي ما قلت لكم حطيت خرزه من تحت اهي، وبعدين هكمل الغرزه الكبيره بتاعتي اللي هي واحده مقاس 8، بعدين واحده مقاس 12، بعدين 2 مقاس 8، بعدين 12، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، فاضل واحدة مقاس 8، واحدة مقاس 12، واربط. تمام تمام. هنزل بقى في مقاس 8 دي اللي تحت، وبعدين هدخل في مقاس 12 الحوادية دي بقى كده لغاية مقاس 12. تمام. وهحط فاضل لي ايه؟ فاضل لي واحده مقاس 8. تمام. نشد الخيط شوية. تمام تمام. ادخلي بقى في مقاس 8 اللي فوق. بعدين مقاس 8 اللي تحت، يبقى معاكي 3 مقاس 8، هتحطي عليهم 5 مقاس 8، هنكملهم 8. اهي تمام تمام يا طنط هناء. هتنزلي في مقاس 12، وبعدين 8، وبعدين 12، وهتقفلي الغرزة بتاعتك. يبقى فاضلي ايه؟ فاضلي 12 وتمام. اهي تمام تمام. تعالي بقى ادخلي في مقاس 12 اللي فوق دي بالخيط من فوق، وبعدين مقاس 8، واحدة من مقاس 8 اللي فوق. بسم الله. تمام. وهنكرر الغرزة الكبيرة دي، هنحط واحدة من تحت مقاس 8 اهي، وبعدين بقى من فوق هحط 12، اتناشر
بسم الله الرحمن الرحيم. 2 8 12 1 8 12 عندي الاثنين دول اهو، وبعدين 12 8 12 2 8 12 1 8 1 12 وارد. اهي تمام التمام تمام التمام. يلا نفس الحكايه، انزلي في مقاس 8 دي، وبعدين الخرز مقاس 12 دي، وبعدين 8، وبعدين 12 اهو الحوالية دي كده لغاية قبل مقاس 8 لغاية ال 12. خلاص خلاص، وهحط واحدة مقاس 8 نص. تمام، طلعي في مقاس 8 اللي فوق دي، وننزل في مقاس 8 اللي تحت، وهكملهم 8. حط 5 5 مقاس 8. تمام، يلا نعيد الكلام تاني. هننزل في مقاس 12، وبعدين 8، وبعدين اهو 8، وبعدين 12، هيبقى فاضل ايه؟ 12 8. تمام تمام، هنعمل ايه؟ هندخل في مقاس 12، وبعدين 1 مقاس 8، اهو ماشي. احنا بقى ايه؟ هنعيد اللي احنا عملناه ده تاني. هعمل دي، وبعدين انتي بقى كملي دول عشان نرجع على السطر اللي ورا. هحط واحدة من تحت مقاس 8، ومن فوق 12 اهو، 2 8 12، 1 8 12 واربط. هنكمل بقى السطر بنفس الحكاية. خلصوا، نرجع نشوف هنعمل السطر اللي ورا ازاي. اخر غرزة في السطر ده، احنا واقفين عند مقاس 12 دي، هتنزلي بالخيط في مقاس 8 وبعدين 12، وهنكون الغرزة السداسية بتاعتنا اللي هنا دي. انا الخيط بتاعي كده تمام، وطبعا زي ما قلت لكم احنا بنشتغل تنقيس، فياريت كل سطر تقفليه. هتحطي واحده مقاس 8 من فوق اهي،
12 8 واربطي. هربط بقى وتوه الخيط بتاعي وتعالوا نشوف السطر الثالث هنعمل فيه ايه. يلا مع بعض نبتدي السطر الثالث. بصوا يا بنات قطعه خيط بقى، وتعالي عند الخرزه مقاس 12 دي واللي جنبها مقاس 8، خشي فيهم هما الاثنين. بقالي 3 ايام بشتغل فعينيا معلش بقى ايه مش شايفه خالص، ماسكني والله الصداع. الحمد لله على كل شيء. هنكملها يلا ثلاثي. انا واقفه عند مقاس 12 اهي اللي بره دي، تمام. هحط 8 12 8 12 كده كملتهم 6، تمام تمام ونربط. اهي تمام يا بنات. تعالوا بقى احنا كده واقفين على الخرزه مقاس 12 اللي فوق دي، هاخد 3 خرزات مقاس 12 هنربط كده. الخيط اللي من تحت هدخل في الخرزه مقاس 8 وبعدين مقاس 12 وبعدين مقاس 8 كده، يبقى فاضل ايه؟ فاضل واحده مقاس 8 وواحده مقاس 12. لو تلاحظوا ده هو هو اللي في السطر الاولاني اهو، تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هندخل في الخرزه اللي من تحت دي اللي مقاس 8، ندخل في واحده وفوق هدخل في الخرزه مقاس 8 دي برضو، تمام. وهنعيد الخرزة دي الغرزة دي كلها، هحط 2، هحط واحدة مقاس 8 الأول اهي، بعدين واحدة مقاس 12 ده 12، بعدين 8 12 2 8 1 12. بنعيد نفس السطر اللي تحت ده، خلاص. هندخل في اللي جنبها، هنلف هنا كده مقاس 8 8 وبعدين 12 وبعدين 8.
وفوق هندخل في مقاس 8 اللي فوق دي. تمام، هيبقى فاضل ايه؟ واحده مقاس 12. تمام، طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هحط 3 مقاس 12. هعيد بقى اللي انا عملته في الاول. اهو 3 مقاس 12. واخدين بالكم ان الغرزه بانت اهي؟ اهي. هنزل مقاس 8 دي، وبعدين 12، وبعدين 8 هنا. يبقى فاضل ايه؟ فاضل 8 12. تمام، من تحت هدخلها في الخرزة مقاس 8. تمام، وفوق برضو هدخل في مقاس 8. هحط من فوق 8 12 8 12 تاني 2 8 1 12. هعمل بقى نفس الحكاية. هنزل مقاس 8 دي، وبعدين 12، وبعدين 8. وفوق هندخل في مقاس 8. يبقى فاضل واحدة مقاس 12. هنكمل السطر بنفس الطريقة. واقفين اهو على واحده مقاس 12، هتحطي عليهم 3 عشان تكوني الاربعه دول، وبعدين هتعملي نفس الكلام لغايه ما توصلي لاخر السطر. كده وصلنا لاخر غرزه في السطر اللي هي بعد ما هتعملي الاربعه دول، هتنزلي في مقاس 8 وبعدين مقاس 12، وبعدين بقى هتحطي 8 12 8، وهنربط توه الخيط بتاعك عشان هنطلع على فوق نعمل تنقيس. هربط وتوه ونرجع نعمل السطر الرابع. السطر اللي جاي سيبي اول خرزة مقاس 12 دي وادخلي في التانية، وبعدين مقاس 8، وبعدين مقاس 12، التلاتة دول. تمام، هنكملهم 6. الخيط اللي من بره هحط 8 12 8. تمام، وبعدين هدخل في اللي جنبها دي معايا 2، هحط عليهم 6 عشان يبقوا 8 دول. 1 2 3 4 5 6. اهو، لا اله الا انت سبحانك. تمام، هنزل
مقاس 12 دي، وبعدين 8، وبعدين مقاس 12، هكملهم 6، 12، 8، 12، بعدين 8، واقفل. تمام، بعدين هطلع في مقاس 12، وبعدين في واحدة مقاس 8، هنحط واحدة تحت مقاس 8، تمام. الغرزة دي انهي غرزة؟ الغرزة دي اهي، دي اللي جنب التمانية دول، واحدة مقاس 12 واتنين مقاس 8، وواحدة مقاس 12، واحدة مقاس 8، وبعدين واحدة مقاس 12. نقط، تمام كده. وبعدين بالخيط بقى اللي تحت هتخشي في مقاس 8 اللي تحت دي، وبعدين 12، 8، 12، يبقى فاضل واحدة مقاس 8، هندخل في مقاس 8 اللي تحت دي، ومقاس 8 اللي فوق، معايا 3 مقاس 8، فاضل لي 5. خلاص، بعد كده تنزلي في مقاس 12، 8، 12، هيبقى فاضي 12، 8، بعدين هنطلع في مقاس 12، وبعدين مقاس 8، وتحت هحط واحدة مقاس 8 اهي، خلاص. بعدين 12، 2، 8، اتناشر، واحدة 8، واحدة 12، تمام.
هشتغل بقى نفس الطريقة لغاية ما اوصل للخرزة دي، اخلصها وارجع لكم تاني. وصلنا اهو لاخر غرزة، هننزل في مقاس 12 دي و8 ودي دي الخرزة اللي احنا ابتدينا بيها هناك، هنقفل بيها هنا. تمام، معايا 4 فاضل، واحدة مقاس 12 واحدة مقاس 8، وبرضو هنربط عشان هنطلع فوق التنقيس بتاع الشنطة. هطول الخيط ونيجي نعمل مع بعض السطر اللي وراه.